هذا وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في مقدمة مودعي أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مغادرته بعد زيارة للمملكة، حيث أجرى سموه مباحثات مع جلالة الملك المفدى تناولت العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين وسبل تنمية التعاون المشترك في جميع المجالات. كما كان في الوداع صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين.